السلام عليكم. الله يسهل لك يا حاج. الله يسهل لنا كلنا يا ابني. هو في صاحب محل البقاله ده؟ يوه امسك يا حاج. امسك ايه؟ ده كرتاس تحط فيه 3-4 بيضات وتتوكل على الله كده واسمع جمال خطوتك. يا ابني يا ناقصه بيض يا ابني، ناقصه بيض. بقول لك انا عايز صاحب المحل ده. يا حاج قضيها النهارده بيت، مش لازم الفلامنك. طب اقول له ايه ده؟ اقول لك انا عايز ماهر الدخش. ماهر الدخش؟ مين اللي بيندق عليا؟ انا. انت مين؟ درويش يخرب بيتك. لا ما اتخرب خلاص. وزيره راح تفجر وزيره. ما تخافش، ده بتاح ايه؟ هو بتاح كده جوز بنتي. لما انت جوز بنته بتحلو ان روحي من الصبح ليه يعني؟ انا شرفني ان انت صاحبه الانتيخ، مش جايز تكون مخبر؟ جايز يكون مخبر؟ ده منظر مخبر برضه. معلش هو ده لو فكر بيطلع غزال. بتاح وبتاع بيض، انت بتعمل في بيتك كده ليه يا ماهر؟ معلش تعب ولا يبقى في المحل هو تنسى مفاتيح جوزها كله بره. حاضر. اهلا نور اخويا. طبعا انت عارف انك لو حلفت باقي بنات المسلمين كلها على ان اللي بتقوله ده حصل فعلا محدش هيصدقك. المهم يا ماهر انت مصدقني ولا لا؟ عاوز رد بامانه ولا كلام الاصحاب لبعضيكم؟ ماهر معقول يعني انا افجر وزيره؟ طب ليه؟ يا ماهر انت عارف ان انت من يوم ما هربتني من السجن وانا بعيد عن العوق بالمشوار. يا راجل ده انا مرضتش احضر فرح بيتك معجزه عشان ما اطلطش في اي حد من المخبرين اللي بيتحنجلوا حواليك. انت فاكر ان انا ناسيها لك؟ ده حتى معجزه اتقهرت وفضلت كاتمه في نفسها طول الفرح، كان يوم اسود على بتاح. ايه يا عم ماهر؟ يا عم ماهر الله يسيئك، ركز معايا يا عم، ركز معايا يا عم معروف. ماشي كلت بعقلي حلاوة. انت جاي لي ليه؟ شوف يا ماهر انا عارف ان انت قتل قتلة وقلبك ميت، انا شخصية وسخة يعني. وانا بقولها لك بصراحة، انا مراكبي في اسكندرية اتحرقت خلاص، ومليش اي حد في مصر اعرفه ممكن يساعدني غيرك انت ماهر. كلنا لقمتين العشاء وشربنا عليهم مية. امورني عايز ايه؟ شوف يا ماهر أنا عرفت من التلفزيون والأخبار إن بعد الشقلطة اللي حصلت للوزيرة دي وكل التفجير اللي حصل ده إن الست لسه عايشة وفيها الروح. شغل هو إيه؟ أنا بقى فرصتي الوحيدة إن أوصل لها. هي بقى لو اقتنعت إن الجهاز ده جالي مسروق وإن أنا يا ست جاي عشان أرجعهولك أهو، ساعتها بس هتتأكد وتعرف ان انا ماليش اي يد ولا اي دخل في اللي جرى لها. ماشي؟ ساعتها بقى هتأمنني من الداخليه وتأمنني من التيران اللي اتطلقوا ورايا في اسكندريه واللي ما اعرفش مين اللي تابوهم ايه. مالك يا ماهر عمال تتلوى في ايه يا ماهر؟ مزنوق مكسوف منك، عايز افك حصر. صح يا عم قوم فك حصر، قوم ما احنا قاعدين. معلش تعالي خش حط لعمك خش. ولا ليك وحشه والله يا عم درويش. الله يخليك يا معجزه. ايه ده ما شاء الله ابنك؟ امال ابن خالتي ده؟ ابن نزار. مين؟ نزار ما شاء الله. بتاح اتجوز معجزه وخلفه نزار، ما شاء الله. لله الامر من قبل ومن بعد. ايه ده؟ ده موبايلك يا عم درويش. صحيح. ايه يا ولا شهاب؟ الله عليك يا عم درويش، ده انت حافظ نمرتها اهو. ايه حافظ نمرتك؟ خطبت انا؟ لا اصل انت يعني رديت عليها على طول بالاسم. يا ابني هو في حد عارف النمره دي غيرك؟ وصلت اسكندريه؟ انا لسه غارز رجلي في الرمل الزعفران حالا. المهم طمني عليك، قبضوا عليك ولا لسه؟ سفخص على ملافظك، سفخص على ملافظك. يعني انت لسه حر طليق. ماشي يا عم درويش وبطمنا عليه، بس انا يعني رصيدي ما يستحملش مكالمات كتير. وانت بسم الله ما شاء الله رصيدك على قلبك قد كده، انت راجل مطارد ومعاك رصيد. بهزر يا عم درويش.
عارف انا لو قدامك دلوقتي هتصرفني يا فهيم. والنعمة العظيمة وحشني. وحشني طلطيشك كمان. ماشي. لا لا الا الله. خضر. ابتدينا اللعبة يا شباب. حلو قوي. يعني انت عايز توصل للست الوزيره صح؟ صح يا مان. ومش قادر تهبط لغايه ما بسلامتها تخرج من المستشفى. بونو بونو ايه يا مان؟ اهبط ايه واستنى ايه؟ مش عايز استنى طبعا. انا في سبق يا مان. سبق؟ انا لو البوليس وصل لي وجابني قبل ما اوصل للست الوزيره محدش هيصدقني. وانت عارف بقى الجديد هجيب القديم وانت فاهم. بما اني بفهمها وهي طايره انت كده عاوز تخش للست دي المستشفى مش كده؟ الله ينور عليك. للاسف مش بتاعتي. انت كده بتخبط على الباب الغلط يا درويش. ليه بقى؟ مش سكتها صاحبي. انا اخري في الموضوع دوت ان انا رايح الست دي من بلاوي الدنيا واخليها تقابل وجه رب كريم. انما عشان ادخلك مستشفى عليها حراسه وامن عشان تقعد تأنسها وتجالسها مش سكتي. بس الامانه في ناس سكتها دي. ناس زي مين؟ نفكر. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل لي ده يا اخي. قضيت 20 سنة من عمري منسي وبعد السنين دي كلها تجيلي بلوى. بلوى ماليش دعوة بيها خالص. تقلب عليا القديم والجديد. ايه ده بس؟ ربك غفور رحيم. دلوقتي انت محتاج لموضوعك ده خريطة. يعني ايه؟ يعني عايزين عيل ابن قرود يكون دايس المستشفى وعارف دهاليزها وبهاريزها. يوصلنا لغاية عتبة أوضة الوزيرة. ما تقلقش انا هعسعس كده وباذنك يا رب هجيب لك اللي يودينا. ما تقلقش حبايبنا كتير وان شاء الله هنلاقي. ما اعرفش الاقي الواد حسن الحن صاحي دلوقتي ولا ايه. مين حسن الحن؟ الحن عيل ايه؟ حسن الحن. ما شاء الله. السلام عليكم يا عمونا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبت لك قرار المستشفى. ايه طمني. انا بغشك لو طمنتك يا درويش. ليه كده بس يا ماهر؟ بتسددها في وشي كده ليه؟ مش القصد، بس المستشفى ليها نظام صعب قوي يا اخي. طقم امن 30 نفر وزياده، كاميرات مراقبه، حتى الزياره بالثانيه، واللي يخش لازم يسيب بطاقته مع الامن. خي على كده
طب ما ينفعش اخش على اني دكتور؟ فكرت فيها ما فاتتنيش. اكتشفت ان الدكاترة والممرضين لازم عشان يخشوا معهم كروت خاصة كده عاملة زي بتاعت المترو. يحطوها لمؤاخذة في حتة ينفذوا بقى من البوابات اللي تعديهم على الحتة الحساسة اللي هي زي الطوارئ، العمليات، الرعاية المركزة. طب وبعدين يا ماهر؟ وبعدين؟ أكيد لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل يا ماهر. شوف أنا لازم أقابل الوزيرة دي بأي طريقة ماهر، لازم أقابلها. كنت عارف إنك عينة دي ومش هتفوتها. شوف موضوع دخولك المستشفى ده مش هينجدنا منه غير الفرس الطائر. الفرس الإيه؟ الطائر. غزال الوديان، ساحرة الصحراء، سيدة المهام المستحيلة، نرجس الرمش. هلو هلو، حضرتك دكتور هنا اهوت؟ انا اهوت. انا دكتور هنا اهوت. حلو قوي. وايه اللي حلو؟ انت اللي حلو. لا يا ستي، الله مالك؟ ايه قلبي وجعني، عايزك تكشف عليا كشف. الله، ايه يا ست المسخره دي؟ الله ما تحترمي نفسك. لا ده انا محترمه قوي. الحقوني يا ناس، انتوا فين يا بتوع التحرش الجماعي يا استاذه ريهام؟ الله، في ايه يا ست؟ الله وانا جيت جنبك. اللي حصل؟ عامل نفسه دكتور وقال ايه عايز تكشف عليا في الشارع. ايه قله الادب دي؟ اقسم بالله ما عملت حاجه. دلوقتي ما عملتش حاجه، وبشويه تقول لي ما حدش هيغتني وان الرجاله خلصوا من البلد. ده انت كده عايز تتربى. ايوه اضربوه وربوه. ايوه ده حقي؟ ده حق السادة اللي سماكي سيدة الأقمار السوداء. أها، بكمية دخول المستشفى والكارت كمان اللي بتخش بيه بوابة غرفة الإنعاش وقال لي شعار المستشفى. يعني أنت مبسوط كده مني يا محترم؟ والله ما عارف أشكرك قد إيه يا ست نرجس، بس أنا عندي سؤال واحد من غير مؤاخذة يعني. اتفضل. يعني هو أنت تخصص نشل ولا جامع الدول قديم ولا ايه يعني؟ بص يا معلم، خفة اليد ما تطلعش غير مع الذئب البشري المفترس. يا عيني. لكن الذئب المستأنس بيدفع من غير مشاكل. يا سيدي يا سيدي كده كرنيهك معاك. والبلطو جاهز. لو عاوزنا نركب لك سماعة كمان نركب لك. قلت ايه؟ استنى بس، استنى بس شوية. ايه ده؟ ايه؟ انا هخش بالكارت ده ازاي؟ ايه ما دفعتش الاشتراك؟ ايه انا؟ ايه يا ماهر؟ انت مزنوق ولا ايه؟ لا لا، عايز فك؟ لا. امال ايه بس ايه اللي انت كمان؟ بقول لك اخش بيه ازاي ده؟ ماله؟ في صوره عليه صوره. اوبا اوبا، اخبار التاتش ايه؟